MK677 حق ضخامة، هو يزيد الجي اتش يعني عن طريق تحفيز الجريلين. يعني هو المفروض حق تنشيف يعني، ولكن نعم راح يخليك تاكل وايد. فإذا تبي تنزل سعراتك وتستخدم MK راح تتوهق بحياتك، لأنك راح تاكل أكثر من السعرات المطلوبة. لا مو صوت كرانك، هذا أريال السيارة قاعد يطق بالسقف كرانك. يقول لي ليش كرانك مرة واحدة؟ يبين ديش عيكش عيكش عيكش. فهمت عليك. ترى أمس ما أكل مكبوس، بالعافية أنا ما أكل مكبوس بعد أمس. عندي التهاب ضغط عضلة القلب، أقدر أرد ألعب حديد؟ هذه الدكتور هو يعطيك توصية، لا أنا ولا أي أخصائي تغذية أو مدرب بالعالم ما لهم شغل بالموضوع. مدربي الدكتور المختص المسؤول عن متابعة حالتك هو يقول لك إيه يقول لك لا. زين شلون أكسير ألف دوخ راسي؟ والله دوخ راسي أبو محمود. أكسير ألف إيه لا تخاف ما لحظة أقول لك أبو محمود يبلي مفتاح الشيل بالزرقة الموستنج واللمبرجيني بس باخذ عند فاترهم بس. حاضر شكرا. ابو مهدي سبب تطور بربيعه، بربيعه شاد حيله ملتزم صار له سنوات يتمرن قوي مو غشمره، مسوي اوف سيزن طويل مو نفس اللاعبين الباجي، يبي ياخذ كورس باربع شهور ويصير روني كولمان. جيناته مساعدته بشكل وايد كبير اكيد، طبعا الجينات مهمه بالرياضات كلها مو بس كمال الاجسام. فكل هذه العوامل، مو عامل واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ولكن اهم عامل هو التزام الريال. يعني هو مجهود قاعد يحطه وقاعد يتعب وبتاع. يعني استخدم انفار بروحه ما يصير حبيبي، لانه راح يثبط افرازات التستوستيرون، وانت مو قاعد تدخل تستوستيرون وراح تتحول فجاه طفايه. يعني انت تقوم من النوم دز الكمبل ولا انت طفاية بالبيت، وجودك وعدم وجودك واحد. فلا تستخدم انافار بروحه ابدا. دقيقة بيك سالم حبيبي. الرابع انا تبعك انت؟ هادي تبعي. تابع لنا بغسلها ونقطعها لك. اوكي ماشي. ماشي. سلام. ابو محمود احسن واحد، ابو محمود. ابو محمود احسن واحد. اذا استرجين واصل 1000 شو الخطة؟ خطة يعني احتمال انك راح تتحول. احتمال تتحول يعني دير بالك. انا نصيحتي افحص بمختبر ثاني. الرقم شوي يعني اوفر انه يكون طبيعي. هذه الارقام غالبا خربوته. ومهدي شوف الخاص، والله قاعد اشوف من فتره لفتره، يعني كل يوم قاعد اخصص لي كم واحد اشوفهم. زين فوائد انافار اثناء السايكل، هذه شنو الفوائد؟ ما ادري شنو اجاوبك، ما ادري ايش اقول لك. يعني بقول لك ستيرويد حجي خليك تعضل بس. السلام عليكم. شنو فوائدها اثناء السايكل؟ هو هايلي انابوليك يعني مو اندروجينك، ف
فأعراض الجانبية أقل مايلد، والحلو فيه حبوب ما راح تبلع، ما يتحول إلى استروجين، ما يتأرمط، فتمام، ما يعور راسك بالسوالف، ما في ووتر ريتينشن، ما تزيد ماي، يعني العضلات اللي تزيدها عضلات صلبة، المعلومات البايخة يعني. شباب هذه الأسئلة، رأيك بكلم بترول، رأيك بترنبولون، رأيك هو شنو يعني؟ شنو الجواب؟ ما نفهم. شنو رأيي فيه؟ شنو رأيي فيه كلم بترول؟ السلام عليكم. يعني السؤال عايم، وايد عايم. أي كلام يعني؟ ما أدري ليش شايف نفسك. صير مثلي وشوف نفسك. عادي تقدر. صير مثلي وعلى طول شوف نفسك. ما عاد راح يضايقك بعدين كلش. جروث بروحه لا ما راح تشوف نتيجه، راح تيوز لك، ما راح تشوف شيء خطير يعني. احسن من انك طبيعي بس، والنتيجه راح تكون على مدى وايد بعيد. خسارة ترد على أسئلة مجاوبها ألف مرة. هاي مشكلة إن في ناس يكون ما أدري مداشين اللايفات من قبل، فأسئلة وايد مكررة وايد مكررة. مهدي الكواري الدنمارك واشتاقيت لك. والله الدنمارك من الدول اللي حلوة حلوة، بس تسبب لك كآبة لأنه ما عندهم شمس، فلما أنت يومين ثلاثة ما تشوف شمس تضايق نفسيا، وبعدين برد 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 وايد برد too much. لعبة الهرمونات خربت الهرمونات. شنو لعبة كمال أجسام خربت الهرمونات؟ لا بالعكس، من غير هرمونات لا ما في لعبة كمال أجسام. يعني الحين لنفرض جدلا ان اختفت الهرمونات من العالم كله، ما راح يكون في لعبة كمال أجسام، راح تنتهي على طول. اصلا راح تشوف سعاد زفت يعني، زفت يعني، تروح راح تروح البطولة تتفل عليهم واحد واحد وتمشي. لا ما ينفع، ما راح اشوف كذي ما راح اشوف. قناتك اللي فيها الشروحات والله خلاص اخوي تهكرت، وما راح احاول يعني، ما لي خلق ابدا. اللي هكرها هو خليه يردها. لازم اقز عشان ازيد عضل 15 كيلو. عضلات 15 ولك انت، مو بس لازم تقز، لازم تقز وايد وتقعد وايد سنين يعني. 15 كيلو عضلات ترى وايد. شباب عام، شباب ماسكين ورقه وقلم كراسه بالبيت، انا يكتب والله قاعد يكتب. وزني الحين 70 كيلو، اذا زدت 15 عضلات راح اصير 35. لا 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 صعب. تلعب كرة من زمان؟ اي والله كنت العب كرة لما، وكنت لعيب بعد، بس لما تعورت خلاص اعتزلت تماما. بس العب بالسكة يعني، ما العب نادي وشي شوارع. فينيسيوس افضل مارادونا؟ لا لا. نهدي اللعب شوي حبيبي. نهدي شوي. من وين يجيب فلوس اكثر، هرمونات ولا مكملات؟ داش على تاجر. ما اشتغل طالب بالمكملات. لازم تروح حق واحد عنده محل مكملات او محلات مكملات واساله يعني، يمكن يجاوبك. قول له عجي دخل فلوس ولا ما ادري انا يعني. بس ترى هو السوق يعني مواسم يعني، انا اشتغلت فتره مع ابو صالح فاعرف بعض الاشياء، اشياء بسيطه بالسوق. هو موسم يعني، مثلا قبل الصيف من شهر 4 5 6 7 8 9 السوق مولع في بيع، من شهر 10 يصير لشتة يقل وايد. الرابتر لو 8 سندر مو احسن من 6 ايكوبوست؟ لا اسرع، هذه اسرع، اخف،
افضل مقصود ما تصرف بنزين. يعني انت تحط بنزين تقريبا خمس, انا احط خمس مرات بنزين يعني افول خمس توانكي سيرفس. تخيل انت تانكي واحد سكته للبحرين, ما يجيب لي سياره تسوقها من الكويت للبحرين تانكي واحد ما في. بهالحجم 3 طن يعني فيل فيل فيل. شنو اخذ عشان احمي انزيمات الكبد؟ مو تحميهم, انت ما تحميهم, انت راح تحمي الكبد مو الانزيمات. الكبد ردة فعل, الانزيمات ردة فعل, مو شو تبي تحمي الكبد يعني. وافضل شيء ملك ثستر يعني رقم واحد, في وايد مكملات لكن انا اعتمد بشكل كامل على ملك ثستر, ليس اي مكمل اخر. وكافي يعني كافي. ممكن تاخذ لك جلوتاثيون مره بالشهر بالوريد تقدر, ما تبي ختولي. بودي داون بايب وتيون على الرابتر؟ لا لا عليها تيون, انا معيرها على بنزين الترا بس ما لا تحط عليها ولا شيء. شنو سر التحويل؟ يتحولون بلاد اكسجين؟ ما شفت احد يتحول بلاد اكسجين, اشوفهم قوايا يروحون بس ما يتغير شيء يعني يروحون جاهزين اوريدي. بس واحد راح من صفر ما شفت له, اذا شفت قل لي تكفى. انا صار لي من 2010 اشوف. شلبي افضل من البورش؟ كل شيء له هواء, كل شيء له هواء وجوه يعني على حسب. حل مقاومه الانسولين, حل اول حل واهم حل وكي انت قاعد تسويه الرياضه سواء رفع الاثقال او الرياضه الهوائيه, مع الوقت راح تحسن على طول, راح تزيد الحساسيه وتقل المقاومه. ما ادري شنو هدفك. ما عندي هدف. ليش صوت 6 سلندر يفشل مو مثل هيبه 8؟ مو شرط بورش جي تي 3 6 سلندر صوتها وايد حلو وايد حلو. ليش نلعب كارديو وقت الاوف سيزن؟ يا ابو سووا دراسة عن هالموضوع, خلى الحين الدنيا هذه كلها يا ابو تقرب. عطوهم نفس السعرات الحرارية ونفس البروتين انتيك جروب, خلوهم يلعبون حديد بس رياضة مقاومة جروب, خلوهم يسوون يلعبون حديد ويسوون كارديو, يعني اصلا كانوا يحرقون سعرات اكثر. الجروب الثاني بنى عضلات اللي لعبوا كارديو اكثر من الجروب الاول, لان انت بالاخير انت تذكرت كل عضلاتك بس نسيت اهم عضلة اللي عضلة القلب, وما راح تمرنها الا عن طريق تمارين هوائية. لما تمرن عضلة القلب راح تزيد ضخ الدم الى باقي العضلات الهيكلية, فمهم. هذا سبب واحد, في وايد اسباب اخرى. السبب الاخر انت قاعد تاخذ استيرويدات او قاعد تاخذ سعرات مرتفعه عن احتياجك عشان تبين تضخم. اذا انت ما دخلت رياضه هوائيه راح يرتفع عندك الكوليسترول, راح يحوشك مشاكل بالجهاز الدوري بسببين, بسبب ارتفاع سعرات حراريه. السبب الثاني ان كل الاستيرويدات تاثر على الليبيدز, فلازم تسوي كارديو. في ناس فاهمه غلط, انا اوف سيزون ما اسوي كارديو, لا ادري غلط وايد غلط, خصوصا اذا تاخذ ستيرويد عشان لا تموت يعني. ساعة 12:30 يمدينا ان شاء الله يمدينا. تتفق ان لاعب كمال اجسام من غير هرمون يعتبر ولا شيء؟ مساعد كبير, بس تهم لا تعتقد انه لاعب كمال اجسام بس هرمون نفس الوقت. انت لا تعتقد ان لاعب كمال الاجسام او اللاعبين اللي واصلين مراحل متقدمه بس هرمون, لا يحطون مجهود وايد. يعني مو عبالك هو يقز هرمون حاطينه على ريل, لا المجهود وايد عالي اكثر من ما تتخيله, ومتعبه اللعبه جدا. يعني انا ما اعتقد ان في رياضه اخرى متعبه مثل لعبه كمال الاجسام. انا عندي لاعبين بكل الرياضات, عندي رياضيين تحمل, عندي ماراثون, عندي رباعين, عندي ويت ليفترز,
عندي فنون قتالية، عندي سيكل بايك اللي أكثر رياضي، حتى عندي لاعبين اللعبات الجماعية كرة قدم وغيرها طائرة، لاعب كمال أجسام أكثر رياضي يبذل مجهود بالرياضات هذه كلها خبرتي أنا بعد ما تعاملت وياه. مو عبالك طق هرمون وقاعد كذي، لا لا قاعد تلعب بسرتك، لا لا فاهم غلط الموضوع. وأكثر لعبة تأخذ فلوس، وايد فلوس، وايد فلوس، وايد المردود ماكو. سيكل شو تبرنا سواعد بس. سيكل هم لياقة، لازم يكون لائق بدنيا، لازم يكون وزنه معين، يعني ما يطوف هذا الوزن. مو سوا مو كذي بس، لا بس واحد يمين. اخ ما راح احفظ البث، كل يوم يقولون لي احفظ البث، ما راح احفظ البث. استرو غزة بالأسبوع جوي مدة 3 سنوات، هل أحتاج بروفيرون معه؟ أنا مو قاعد بروفيرون، أنت 3 سنين، أنا من 2016 17 18 19 20 21 بتخلص 5 سنوات من غير بروفيرون. للأمانة تقدر تأخذه تقدر ما تأخذه، في ناس عبالهم الكورس ما يمشي بغير بروفيرون، لا مو مهم، مو وايد مهم، زين إضافته جيدة بالسايكل نعم، بس مو لازم، وما راح يصير سايكل من غير بروفيرون خرابيط. في ناس فاهمة اشياء غلط، يحمي الخصية ما له علاقة، ما يحمي الخصية شكو ما له شغل، فتقدر تدش سايكل من غير بروفيرون، ولكن وجوده بالسايكل افضل، وسبق وايد تبحرت فيه. نشيل هذه بس، نشيل هذه بلوك، انه وانا نبي بنات، نبي كل القاعدة شباب، نبي بس شباب القاعدة، قاعدة حبية شباب. دفتر هذا 21 انتهى، 22 انتهى، كم واحد مات على ايدك؟ فيك ليش كم واحد مات؟ ليش؟ ان شاء الله انت تموت. ليش تذبح لعبيلي؟ ان شاء الله انت تموت حبيبي، ان شاء يا رب تموت الحين الحين الحين، تموت ان شاء الله الحين، وانت قاعد طالع لايف بق تبط تموت. فليكسبل يمشي الستيج، ولا واحد للحين فاز فليكسبل من سنه، من اول مره سمعنا فيه اي سنه كان، يعني مع 5 سنوات للحين ما اشتعت فاز يعني. صعب صعب، ما تقدر ما تقدر، في مغذيات تسوي لها elimination بال 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 بالبرب مع البطولات، تنشال من الدنيا تماما يعني. النظام اللي على مدى طويل يحتاج نولفيدكس او ارمديكس؟ انا افضل نولفيدكس. ليش؟ ارمديكس يزيد الليبيدز، يزيد اللو دنسيتي لايبوبروتين، ويقلل لك الهاي دنسيتي لايبوبروتين، فانا افضل نولفيدكس. وعلى طول يعني تشيك تشيك فحصاتك، تابع الاستراديول عشان ممكن تقلل الجرعه، ما تحتاج جرعه عاليه، لان انت بتاخذ كم 250 بالاسبوع، nothing يعني almost nothing. هل لعبة كمال الأجسام تسبب لي دوالي؟ إذا أنت إنسان معرض للدوالي، لأن هي مشكلة صحية يعني واحد يحوشه واحد ما يحوشه، واحد يحوشه واحد ما يحوشه، فنعم كمال الأجسام، حتى الويت ليفتينج ورفع الأثقال ممكن يسببوا لك دوالي، نعم حتى من غير ستيرويد
يعني فقط رفع الأثقال ممكن. حتى اللي إذا تلعب قاري، إذا تلعب قاري وأنت إنسان معرض يحوشك دوالي، نعم ممكن يحوشك. ما أدري شنو رأيك في اللايف اللي على اليوتيوب اللي يبين لك إن الأرض كروية. اللايف اللي على اليوتيوب يبين لك الأرض كروية، تقصد من محطة الفضاء الدولية يعني. هذه العدسة اسمها عدسة عين السمكة. العدسة هي تخلي يعني العدسة إذا صارت كذي أرض كذي تصير، خدت صعد عدسة الأرض كذي تصير، تصير بسبب العدسة. وماكو محطة أصلا فضاء دولية يعني، هم هني بالسماء قراب يعني مو بعد. زين ويش لك به يل، والله ما فهمت، ما أدري قاعد تسبني ولا شنو. مو هذه سؤالي 13 مرة طوفت، حقك علي أنا آسف، والله الشارع زحمة. اكتبها مرة ثانية، اكتبها ننطرها. يلا خل أشوف شو اسمك. علي ششتر، والنعم فيك علي ششتر. شنو هي أطول مدة أقدر أخذ فيها ستيرويد؟ أنا أفضل من 12 إلى 16 أسبوع، 12 إلى 16 أسبوع كأقصى مدة كافية. طبعا هذا مش كلام مبني على دراسة علمية، ما لا يوجد توصيات، لا يوجد توصيات، ولكن هي مجرد فترة اللي احنا اشتغلنا فيها كانت أفضل فترات 12-16 أسبوع، بحيث انك لما تخلص تسوي بوست سايكل ثيرابي بسرعة ترجع أمورك طيبة. ولكن في لاعبين يلعبون بطولات وهو ما يبي يوقف ستيرويد، فنسوي له بناء على رغبته هو نسوي له شيء اسمه كروزينج. فلما أنا ما أنصح فيه، ولكن ده اللاعب يبي أسوي له، فيقول لي لا أنا ما أبي أوقف ومهدي، عندي بطولة مثلا بعد 4 شهور، توه مخلص بطولة عنده بعد 4 و5 شهور، فنسوي كروزينج. ولكن الحمد لله يعني الأمور طيبة وما مرت علينا مشاكل يعني. شنو رأيك؟ ما أدري شو الاسم يعني، ما أدري. مهدي يا أخي رد علي يا أخوي، ما شفت ليش شباب اللايف 432 واحد، الأسئلة تطلع عندي ورا بعض، مو عبالك ان انا قاعد اشوف وطنشك، انا قط عيني. ايبو مثلا كاتب مهدي الايبو ايش رايك فيه، وايد تكلم فيه حق رياضيين، رياضات تحمل، ماراثون، رياضات قلبية، ممتاز جدا. ولكن حط ببالك اذا عندك فحوصات راح يصيدونك. ابي اشترك عندك، كلمني خاص، اكتب لي، اكتب تدريب اونلاين. السلام عليكم، راح ارد عليك. تدريب اونلاين، لا تكتب شيء زياده. اقدر استخدم نولفادكس يسار؟ نعم تقدر تستخدم نولفادكس يسار. ليش ريجي نشف 200 شرحته يعني باللي تحتاجه تقريبا، ما تحتاج تفاصيل اكثر. هذا بشكل عام، انا عندي اصابات بالركبتين، عندي الباتيلا تندن اثنين مضعاف، واحده سويت فيها عمليه، وعندي التهاب، فراح استخدمه ممكن من باكر، والالم هذا صار له سنوات معي. اذا راح الالم يعني هذه الماده يعني ماده راح اتزوجها الماده. كم عمرك؟ شوف عبالة داش كويت 25. هل إذا سويت عملية جاينو تغنيك على أرمادكس؟ لا. الناس فاهمين إن الأرمادكس فقط حق الجاينو. لا، هل أنت تبي يكون عندك هرمون أنثوي عالي المعدل بالدم؟ لا ما تبي. هل تعلم إن ارتفاع الاستراديول واحد راح يضعف لك الأربطة والأوتار ويسبب لك إصابات، راح يزيد لك الدهون، راح يزيد لك احتباس السوائل. هل تبي هذيل يزيدون؟ لا. إذا ليش تبي استراديول عندك؟ هل تعلم أن الاستراديول راح يزيد فرصتك للضعف الجنسي؟ ليش تبي استراديول عندك؟ فإحنا ما نأخذ أرمادكس أو نولفادكس أو مضادات الأرمطة عشان الجاينو. الجاينو شيء واحد من عدة أعراض جانبية لارتفاع الاستراديول. أنت كذكر
ما يصير يكون عندك مرتفع استراديول، عرفت يا اخوي؟ اتمنى الاجابه كافيه ووافيه. هلا ابو ياسر، ما ادري من ابو ياسر بس شكله معروف. هلا ابو ياسر حياك الله. هل درست كيمياء الحيويه؟ سلا انت توك اللي تبي تذبح لاعبيني صح؟ ما راح اجاوبك، ما راح اجاوبك لين انت تموت. لما انت تموت بعدين راح اجاوبك، بعد ما تموت عند قبرك راح اجي، وراح اجي عند قبرك راح اقول لك الكيمياء الحيويه سهله بس انت ميت ما تقدر تدرسها الحين، ما تقدر تدرسها. وراح عناد عليك راح اجيب كتاب كيمياء حيويه عند قبرك واحطه مع ورده داخله ورده واحطها على قبرك، وراح اشخبط على قبرك اكتب الكيمياء الحيويه والحاش. قول بابا كم واحد مات على ايدك؟ الله ياخذك ان شاء الله، الله ياخذك. ليش يا اخي الناس هذه غريبه اقسم بالله. زي وين كنا بروحنا؟ باقي ساعه لازم اكون بصبحان.